بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت ومالين وين أوكله وتاريخي وأن دتك الصوماليات لرب إنا لو ذاك ولا ليال سيداد أكتين كن سقال بقول يسقاشن يلا بدي مرك دجال هذا سقية ذلك أي كعورتين أي كباعين الدجال هذا سقية إجرين بوبرك الدولة دي ماذا كذب قلها أمن إذا جمعية غرما كده عيسى الصومالي وحكسور ونقابتين هو الصومالي إنا هو بلقين كرن سيلو بدبادیو داد که سومالی نرو شده. او هو باون اون لسکسی هلیگا آن لوهیل. نسل بر رعنا قبته تاسی سگاشن ایلا بدی بلا بته وی سوس عتی. مدده داری سوس عتی. وی اسب بده شی. حیاب بدن آکرا کسای کردی. لکن کو یه صدان سانو. علاج جوگا مال تو عنا قبته تن آل سار. کو یه صدان کاسان عنا قبته تو وین سار نه. مال بدن دم عن فایده کله. مال بدن علاسی ای کله. ما أنتوا حاربوا ضدك الصومالي أنا مش أنا قبتين تصرت الصومالي سعره وحياه أنا قبتين تقول دايرت تاريخ ذي يو إنك ولقد دولة لصار أما ضل صار إيه تاريخ ذي يو إن أنت جرتونه كو يصدن صار وحنا هذا سيجروا أنا صدن سنة كي صدن إلا بعد ضدك الصومالي وحاربوا أنا أقول بشارة سنة كي صدن إلا بعد أنا قبتين هو بإنان النسارنين ما أنت حاربوا ضدك الصومالي مش هذا ضلك الصومالية دمان ولغا قاد عنو قبتين تي غبك دالكاينو مان تحو حر إيهاي انت أودينو الأكت هاي غبكي عن ربنا إنا سو إبسنو عالمك أنك سو إبسنو وحان مان تفرصد وهاي سنة دالك نكالميني ساحب بدا اي ورالها غبكستو عن ويدي سنو إني نسين كران أو آنين كحل ابنين غبكو أنا لغا جوجي مر بإن أنا على السوق هذا نظام كي هو كله معمول يا عالم ك استاندر كعلي يقيني أو نجم مغناي أيان صار لسني ما أنا والبوحي نقدر منه وأنا لو سوق كبيه لكن ما أنا سوق جارني نلاير الدولة الصومالية ومسؤول ويقاد كرتا مسؤولية هوبكا الدنيا ده أنا خطركم النقطة هاي هوب كذا دت كذا أنا خطركم النقطة هاي هوب كذا دولة الصومالية ومارين كرتا شروعي نظام يوم حانكر السياسات أي هوب كان أودجين أن لنا دولة دوي كأت أتكان دونتا حكمين تي إلى أن تهوب كا يقول قل كهوب كودلك كسو قل قلاي أنت با دلكينو عن عدد سومالي أنا لو هم بنيو دولة دينو ما أنتو حسوا قرتي مال نلاقري دلك سومالي إنه ليه دولة ريسبونسبل دولة مسؤولة أو قاد كرت مسؤولية ده عالمي جا أمانك عالم كقصي هي مسؤولية ده ناشنال كا قرن دت كذا قصية أمن جود أنت بقى دولة حبارة كرتينتها دولة له نظام يشروع قوانين سياسات أدقن أو أدوية يكون مع مشلة دتك سومالي محل لها همبليو واتصوت كيستين وأنا صوت دول قادتين وأنا صوت داشين إن صوت قرن ما تمشس مركب محل لها همبليو وأقول سنة هران أصعنا على وجهنا واجبين هنا وحوي نوع قصد ويهيبه داد كأن أمن جودة إيه مجنقل كودة وكشقين إن هدي أديرة وحشرف يا إن نفتي إذا إيه شعب كصوماليات بقوهم بليايو عنا قبتين تهوب كا إيه لا ينجا قاعد عاو عنا قبتين تهوب كا إيه عاو سكيورتي كونسل كا ينجا قاعد وحي إنا سهريد مدة أدو دير لقى صوب اللابو كون سجال بقول سجاشني يلا بدي وعنا قبتين تي وجود إيرر كبنيت أبد سكيورت كونسل كودل سعره وجوان تاريخية وأن مدة دير كدور سوقيني دذا البدن وقلني إلى هنا ودم بيستي عاوي إنه حقيقي عنا قبتين تهوب كا ولا قاضو صومالي محيك فايدي سه وحن كفايدينا وحن فرصته هلينا إنان سي عصري أو قلبين عيدا كان أيضا أو أينان عقبت كل كلمين أيضا أو أن لينو كلا حلين هبك النوع عن هبك دونو أنكو قلبين إنه عيدا كان وحنا ودو يلنا إنا إنان ضلك كحر إنه خوارجته سفدو ما دام عن مركي هرة إسكو أودو نحين لنا عقلب كمركا لغفيريو يهبك وحان إن شاء الله إذا كان كوكا لابندونا هوب
عصرية وأود وياشة إن دربدي بلغنا دي فيو دلك خوارجته وحن سي ولينا النفوذ ضان دونتا هرمرين تايد سد حوج دلك الصوماليات أو كف اللعظة إن حدود دلك يأمن يسبب جعانته كده وحن سد بقوه لينا جبني مدني يوم راح بنعلي دني يشرفت إني يكرام دني تاس أو كحرن إن عن هلا عيدا صوماليات أو قلبيسن أو أمن جدلك جعانته كده إسلامك أنا أين أن أباهنين إن عدكلا أي أمن جينا جعانته ينوهيست أي نوهيست أو أين جانا إسكو في اللاشو لين عأمن جا تاس أي أساسه جبن نمدا يوم راح بنعلي ذا قرن ليه وأنا مدة إنه حقيقة بس إلهي إذن كيس عنا قبطين تين لقاهو إسكامي إيمان بل سوى حيكوتي من ددال دير أو أي ددك أي دولة الصوماليات أي قلين دولة دا وحالة هرنية شروطة بضن وآدو أعددك تاس أو إلهي مهديس أن أودو يالني إنا بوحنا نمان شروطه عالم كنا قربي تاس أو كنتي إن لا آمنو إسلامر كان لغو قنعو إن دولة الصوماليات مانتا لغا قادو عنا قبطين تهوبك waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo security council ka iyo dhamaan xubnaha ka tirsan security council ka waxaan leeyahay waad mahadsantiin waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego oo la wadaago sanadkan dhamaaday ee 2023 wuxuu la dhamaan doonaa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed u xaqiiqoobay gaar ahaan bishan aan inaga dhamaatay ee 19aad iyo bishan ugu dambeeyay sanadka waxa maalin dhaweyd Ilaahay inoo xaqiijiyay inaan ku biirno suuqa weyn ee East Africa oo dadkeenu iyo dalkeenu ay ka faa'iideeyaan dadal dheer oo galay kadib waxaan maalin dhaw aan ayadana u dabaaldegi doonaa deyn afiski oo ah in 5 bilyan oo dollar oo deyn ah oo culaysa oo dalkan saarnaa leenaga cafin doono aynu u dabaaldegi doono caalamkana aan u furmi doono dhaqaale ahaan dalkeenuna uu awood u yeelan doono fursad u heli doono in investment lagu sameeyo oo la maal gashado caawana waxaynu u dabaaldegaynaa cun qabateynta hubka oo la qaaday maalmahan dhan waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in cun qabateynta la qaaday waxaan u sheegaynaa in deynta la inaga cafin doono horey waxaan ugu sheegnay inaan East Africa ku biiri doono waa saddex hadaf oo waaweyn oo inoo xaqiiqoobay oo dalkan tusinaysa inuu soo laabtay oo karaamadiisi iyo sharaftiisi uu la soo laabtay waxa u dhimana insha Allah ujeedooyinkan waaweyn ee la xaqiijiyay ay dhamaystiri doonaan waxa inoo dhimana oo dhanna waan xaqiijin doonaa Soomaaliya waxaan leeyahay guul ayaan u rajaynayaa ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed markale guul baan u rajaynayaa hambal ayaan leeyahay waana faraxsanahay shacabka Soomaaliyeedna xaq waxa uu leeyahay caawo inay dabaal degaan iyo inay farxaan intaba waa maasintii assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een dhamaan macaamiisha ku xiran Iqra Herbal Center anigoo ah maamulaha guud ee Iqra Herbal waxaan idinku bishaareynayaa inaan soo gaari doono wadamada Yurub kuligood ayadoo xaaladeeyay safraan soo mari doona insha Allah ta'ala halkaas ayaa wuxuu dhan kala socodontaan waxa kala socodontaan oo kale warbixintooda dhan madasha online haddii Ilaahay ilaahdo wixii oo quraan online ah oo Nairobi iyo Afrika ku hareeraysan qadka waa laga saari doonaa macallimiintana Nairobi ku sugan yihiin oo yaani waa ay joogan aniguna wixii daaweyn wixii talooyin ay wixii quraan ah waa ida la joogaa haddii Ilaahay ilaahdo insha Allah ta'ala Afrikana waan idin soo laabanayaa ee meel ka fogaanin shaqayaal ayaa u baxay wana soo laabanayaa insha Allah ta'ala adoo ma sintiin